الحساب الذهني من الأمور اللي بيسعى الأهل دائماً لتعزيز المهارات عند الأطفال، قديش بتساعد على تنمية قدراتهم العقلية، قديش بتساعدهم على التصور الذهني، وأيضاً سلمى على الخيال اليوم. صحيح يا ليلى، والحساب الذهني مو بس مثل ما نحن بنعرف نفكر انه هو قدرات ومهارات بالرياضيات او العمليات الحسابيه، ولكن الحساب الذهني اكثر من هيك بكثير، لانه هو طرائق تفكير، هو محاكاه علميه، هو كمان بوابه للخيال للطفل، وغيرها كثير من التفاصيل يلي ممكن يكتسبها مع الوقت من خلال تعلمه الحساب الذهني، هالمقدره العقليه اللي ممكن تتطور لتصير وتوصل باطفال لا طبعا أماكن أعلى بكتير. خلينا نتعرف أكثر على الحساب الذهني وغيره من التفاصيل مع ضيفتنا بالاستوديو، مدربة للحساب الذهني الدكتورة تغريد زودة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلين، صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. كلياتنا بنعرف أنه أو عندنا الفكرة العامة عن الحساب الذهني أنه هو فقط اليوم تعليم على الحساب، على العمليات الحسابية للأطفال، لكن يمكن هو فيه كتير من المهارات بتساعد الطفل على القدرات العقلية، يمكن بتفيده لمراحل عمره بكل مراحل حياته، بتساعده على التصور الذهني، يمكن كمان بتنشط الذاكرة. خلينا نحكي أكثر عن هاي الناحية. نعم، هلأ الحساب الذهني هو نوع من الحساب الذي يقوم به الدماغ بشكل منفرد بدون أي أداة، لا بدون قلم ولا ورقة ولا أي جهاز إلكتروني، فقط يعتمد على القدرات الذهنية. هذه القدرات الذهنية كيف يمكن أن ننميها من العمر الصغير؟ عن طريق الكثير من العمليات بشكل تتابعي، منها ينشط الذاكرة، منها يقوي الانتباه، منها يقوي الذاكرة البصرية للطفل. كل ذلك إذا قمنا به بشكل ممنهج نحصل على ذاكرة قوية، مخزون قادر، يصبح فيها الطفل قادر على تخزين المعلومة ومعالجتها والمحافظة عليها وطرحها عند الحاجة لذلك. طيب دكتورة، خلينا نبلش نحكي اليوم من إمتى أو من أي عمر ممكن يتعلم الأطفال الحساب الذهني؟ وهذا سؤال بيخطر ببال كثير من الأهل، وبالمسابقات الأخيرة كنا نشوف أعمار مختلفة يعني. نعم، هلأ يبدأ أصغر عمر بالحساب الذهني هو الأربع سنوات ويستمر حتى ل 12 سنة وأكثر ل 16 سنة، بس أنا حابة أقول شغلة أنه نحن مع أطفالنا الصغار بالسن بالبيت، أنت كوالدة أو كمعلمة حضانة مروضة، يمكنك العمل مع الأطفال من أعمار صغيرة من خلال ملاحظة الأشياء. يعني ممكن أني أنا أجي مع ابني على عيادة دكتور الأسنان، قل له كم لوحة كانت على الجدار، ممكن أني أنا أكون ماشية بالطريق قل له لابني كم سيارة حمراء موجودة بالطريق، هذا كلياته أنا شو عم حفز؟ عم حفز عمليات الدماغ وعم نشطها وعم قوي عنده الذاكرة. مع الوقت أنت بتشوفي أنه عنده قدرة عالية على الانتباه، عنده قدرة عالية على التركيز. هاي القدرة العالية على الانتباه وعلى التركيز هي الأرضية أو القاعدة التي سيبنى عليها مستقبلا البناء الأكاديمي، يعني سيحصل على درجات عليا خلال التعليم. ليش؟ لأنه عنده قدرة عالية على الانتباه، قدرة عالية على التذكر، قدرة عالية على الحفظ. هذا كله رح يشتغل مستقبلا بالتدريس بالدراسة يعني. تماما، أكيد رح نتوسع ونحكي أكثر عن دور الأهل بتعزيز هاي المهارات كمان عند الطفل، الدور الكبير أكيد بالبداية للأهل. خلينا نحكي شو هي الاستراتيجيات الحساب الذهني اللي يمكن تعليمه. نعم، هلأ هو الحساب الذهني عبارة عن مستويات، هذه المستويات بكل مستوى تقوم المدربة بطرح أدواتها ووسائلها وقوانين ومبادئ كل مستوى، وتطور بالمستوى الذي يليه. يعني أول مستوى هو عنا بالنسبة لنا هو أنك أنت تعلمي الطفل على أول شيء جلوس السليم، الجلسة الصحية، بعدين بتعرفيه على الأباكوس مثلا كبداية، حفظ الأباكوس، بعدين تخيل هذا الأباكوس، رسم هذا الأباكوس، وبعدها ننتقل إلى مراحل الخيال، إلى مراحل الأصابع، بعدها ننتقل إلى المراحل الأخرى. ولكن في كل مستوى تطور المدربة عملها بما يتناسب مع المستوى حتى تستطيع إيصال المعلومة، وحتى يصبح الطفل قادر على أن يصل إلى الخيال بالجمع أو الطرح أو القسمة أو الضرب أو الجذور وإلى آخره. طيب دكتورة تغريد، خلينا نحكي شوي، اليوم حضرتك قلتي أنه بيبلش الأهل ممكن بالبيت وأيضا المدربة، يعني هو أمر مقرون خلينا نقول بالأهل وبالمدربة، ما بيصير الأهل لوحدهم
فيهم يبلشوا هن لحالهم ولا لا لازم يبلش معهم المدرب مختص بالبدايه؟ هل توصلي لمسابقات انت وتوصلي لمستوى متقدم يجب التعاون بين الاهل والمدربين. طبعا انا ام ومدربه فانا اكيد اشتغلت على اطفالي حكما يعني اشتغلت على اطفالي. هي حاله استثنائيه نعم بس حتى في اهل مهتمين عليها الاهل نعم اكيد بس في اهل مهتمين بكل علوم الطفل وبيلاحقوها وبيحاولوا يركزوا عليها ليطوروا من اداء طفلهم. بس هي مهاره سهله يعني اليوم في اهل كثير بيفتحوا على الانترنت بيقروا بعض القواعد لبعض الالعاب لبعض الامور وهلا صار منتشر فيديوهات عم تستخدم الطرائق الذهنيه الربط بين الصوت وبين العدد وما الى ذلك لتنشط شوي عند الاطفال بعيدا عن التاب وما الى ذلك هذا اللي يروح يعني خلينا نقول مستقبل اطفالنا. فاليوم هل الحساب الذهني بيقدروا يتعلموه على الانترنت ويبلشوا فيه مع أطفالهم أو لا نحن بحاجة لمدرب وأهل مع بعض؟ نحن دائما سلمى بس نقطة نحن دائما فينا نتعلم أي شيء على النت بس هل يا ترى نحن فينا نتعلمه بمهارة؟ بدنا مدرب أكيد طبعا. يعني أنت فيكي تتعلمي طبخة أو أي شيء على النت بس أنت تعالي طبقيها بدك أنت نصيحة حدا طبقها قبلك. فأنا أعتقد بأن المهارة تأتي من خلال مدرب مجتهد أو حتى والدة داخلة بهذا الاختصاص أو تعمل على هذا الاختصاص. أعتقد نحن بالمجمل أنا أنصح جميع الأمهات وأنصح جميع هذا الجيل جيل ذكي وبحاجة إلى رعاية واهتمام وحتى هو عم يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نحن نتعامل خلينا نوجهه بالطريقة الصحيحة. يعني نحن إذا دخلنا مثلا إذا هو شفنا اهتماماته أنه هو يعمل على فصي الدماغ أو على شقي الدماغ الأيمن والأيسر لديه الحالتين أنا أنظم هو ميال لأني أكثر للفصل الأيمن أو الأيسر. هل هو يحب الرياضيات والعلوم وغيرها أم يحب الرسم التلوين والخيال والموسيقى وغيرها؟ علي أن أتوجه بطفلي للشيء اللي بيناسبه وعزز عنده على اليوتيوب ولا غيره هاي البرامج بحيث تخدمه وتطور المهارة يلي عنده. أنا مع هذا الكلام يعني بتمنى من جميع الأهالي التعاون على هاي النقطة. تمام. اليوم مهارات الحساب الذهني كيف اليوم نحن بتنعكس على الطفل بإتقان هاي المهارات على شخصيته كيف هي بتأثر على شخصيته كيف هذا الشيء نحن بنلاحظ عليه بالمجالات اللي بيفوت فيها الطفل لمراحله المتقدمة؟ أولا هلأ نحن هو صلوا الحساب الذهني بسوريا 12-13 سنة يعني نحن كعلم متداول بين الجميع 12 أو 13 سنة بتلاقي نحن اللي عم نلاقي هلأ الأطفال يلي بلشوا بهديك الأعمار عم ينجزوا معدلات عالية بالبكالوريا أو عم يروحوا للاختصاصات العلمية وعم يبدعوا فيها. هلأ هذا كثير نحن لازم نحن كمدربين لازم نحن نوقف عنده. سابقا كانت تجربة أولى ونحن عم نمارسها عمل وتنمية مهارة الطفل بس الآن أنا أعتبرها ضرورة لأنه نحن عم نشوف نتائج على أرض الواقع. هي تنمي التركيز عند الطفل، الانتباه، الذاكرة التصويرية عند الطفل، قوة الشخصية، تحمل المسؤولية، الاعتماد على الذات، تعمل على جميع الحواس. الحساب الذهني يعمل دائما على شقي الدماغ، اولا الاعداد والارقام، ثانيا التخيل. انت لما عم تتخيلي الاباكوس قدامك وعم تعملي عمليات انت فقط هذه الاداه وحطيتيها بدماغك وعم تشتغلي عليها، فهون هي الشق الايمن من الدماغ انت عم تشغليه باعلى مستويات. فانا بشوف انه هو بينمي حواس الطفل من جميعها، ينمي الذاكره، ينمي التركيز، ينمي وكل هاي رح تحصدي بوقت من الاوقات بالاكاديميا رح تحصلي تحصدي هذه النتائج. طيب بما انه حكينا انه هو مهاره وهو مهارة مكتسبة نعم يعني ما انه شيء مع الولد بيخلق او مع الطفل نعم. فبالتالي في ناس بتسأل يا ترى كل الاولاد ممكن يكتسبوا هاي المهارة او لا في اطفال مثلا ممكن يعيقهم شيء انه هن يدخلوا بمجال الحساب الذهني؟ هلا انا بقول لك انه كل الاطفال بيتعلموا الحساب الذهني ولكن يظهر لدينا بعض الحالات الاكثر تميزا بالخيال الاكثر الاسرع الأقوى لديها فروق فردية فروق فردية وهنا يظهر عندما تشاهدي أنت مسابقة على مستوى القطر يظهر عدد قليل من المتميزين جدا الأولى. يعني عند قليل حتى قلة من المدربات يعني من يظهر لديه التميز. هنا تعمل المدرب الطفل لديه قدرات لديه يعني متميز عن أقرانه
عمل المدربة زائد مساعدة الأهل يظهر طفل لديه مهارة عالية. عدة حالات يعني في عدة مقومات لحتى يظهر عندنا طفل بمهارة عالية. بس الأساس هي التدريب لدى الأهل ولا لدى زائد القدرات الشخصية للطفل. اليوم ما فينا نقيس هي القدرات أو المهارات أو الفروق الفردية ببين مع المدربة. العمر له علاقة، ممكن العمرهم أصغر بيختلفوا عن العمرهم أكبر. هلا عم ياخذوا مستوى زيرو بيكون متميز أو هو ماهر بالمستوى زيرو، ماهر بالمستوى إيه، هو يعود إلى المستوى الذي وصل إليه مو لختام الحساب الذهني. ولكن بس دائما المدربة يظهر لديها الطفل المتميز بوضوح بعد فترة من التدريب. طيب اليوم الحساب الذهني إذا بدنا نقيسه بالجانب العاطفي أو الجانب الانفعالي للطفل كيف بيأثر عليه؟ القدرة على ضبط الأعصاب، على ضبط النفس، الاعتماد على نفسه بحل المشكلات. هذا كتير شيء، يعني هذا تميز. يعني الحقيقة الطالب المخلص مستويات الحساب الذهني يظهر لديه فروق بالشخصية مع أقرانه، الثقة بالنفس، شخص يحل أي مشكلة يتعرض لها بهدوء، قادر على تلقي أي قصة مهما كانت كبيرة تلقيها بهدوء ومعالجتها وتخزينها وتوظيفها في وقت لاحق، في وقت يعني لقدام نحن سيقوم بتوظيفها في مشكلة أخرى في عمل ما يستطيع التصرف. أعتقد بأنها لديها القدرة الرائعة على ضبط انفعالات الأطفال. بيقولوا انه يعني بشكل عام الرياضيات هي مو بس علم مثل ما بنعرف حسابي 1 زائد 1 يساوي 2، بالعكس هي ممكن تدخل حتى بمسائل الحياة الشخصية، وانه الطفل لما ببلش يتميز بهي المجالات ممكن تتغير نظرته للحياة. اليوم من خلال خبرتك وتعاملك مع كثير من الأطفال، قديه شفتي في فرق بحياتهم؟ هلا انا برجع بقول لك انه انا لما عم اقول هذا الحكي ما عم اقوله بشكل عام، لك انه في 12 سنه نحن صرنا عم نشتغل على هذا البرنامج، عم نلاقي نحن انه في فروق فرديه بين هدول الشباب اللي هلا صاروا شباب، في تميز في 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 قدرات عقليه واضحه، في تميز بالاكاديميا بالبكالوريا وبالحادي عشر بتلاقيهم متميزين، سرعه عاليه بالحفظ، قدره عاليه على حل اي مساله، تعامل مع اي يعني في بعرف انا طفل السنه الماضيه انه استاذ الرياضيات يقول له لا بقى تحل ذهنيا خلينا نحل ورقي، يعني انه من كتر ما عنده قدرات متقدمه ما شاء الله انه هو انه لا بقى تحل انت اترك لي الذهني وعد احل لي ورقي لانه دغري عم يعطي جواب، دغري عم يعطي جواب. يعني فطبعا طبعا لديه تاثير جدا كبير بالمراحل يعني المتقدمه بالعمر، بتلاحظيها على اي شيء بتزرعيه بالصغر، اي شيء بتزرعيه بالصغر بتلاقيه بعدين، لا بعدين حتى لو انت بدون ما تنتبهي لقدام شوي اذا كنتي تعبانه على عمل انجزتيه مع الطفل لقدام شوي بتتفاجئي حضرتك انه انا بزماناتي علمته هي الفكره، شوفي وين طلعت تماما، انا واثقه رح تطلع. أكيد دكتوره بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتيها اكيد، وبالتوفيق بهي المجالات لدعم الاطفال اكيد، وبنتمنى التوفيق لكل الاطفال اليوم. أكيد شكرا لك. اكيد شكرا لكم، شكرا لك لوجودك.